يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سميع بصير، وأشار إلى عينه وأذنه، فما الرد على الذين يقولون إن هذا الفعل يدل على التشبيه؟ هذا كذاب اللي يقول هذا. الرسول ما أراد التشبيه، أراد أن هذا حقيقة، يرد على اللي يؤولون السمع والبصر، لأن له سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولا يقول إن بصره يشبه بصري أو عينه تشبه عيني، تعالى الله عن ذلك، ونزه الله رسوله. فهذا فهم سيء، هذا هو ما فهم المسكين، أو أنه مغالط. فمراد الرسول بأن هذا حقيقة، وليس هو من باب الخيال أو من باب، إنما هو حقيقة، له سمع حقيقة وله بصر حقيقة. نعم.